أقول جئت بفعل خسيس هز أرضا أبية أسرت لويس، أغرقت دما طاهرا بطعنات غدر جريئة، ذبحت الإنسانية كلها يوم أن ذبحت ضحية بريئة. إن مثلك كمثل نبت سام في أرض طيبة، كلما عاجله القبر قبل أن يمتد كان خيرا للناس وللأرض التي نبت فيها. ونعود إلى الدعوة. بعد مطالعة الأوراق وسماع مرافعة الشفوية والمداولة، فقد اطمأن وجدان المحكمة تمام الاطمئنان وبالإجماع إلى إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. لذلك قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم.